ازيكم عاملين ايه النهارده؟ معانا ريفيو عن فيتامين حلو جدا، في مجموعه في حاجات كتيره جدا مكتمله ببعضها، مش خاصه بس بنقص الفيتامينات. دلوقتي هتكلم معاكم على اسم الفيتامين ده، اسمه سيلينو ستارز. سيلينو ستار اهو ده شكله وده اسمه. ده احسن نوع فيتامين وكمان مش غالي جدا، وبيحتوي على حاجات كتيرة جدا. اولا فيها فيتامين الف وجيم وه، وكمان فيه اللي بشرته باهتة ما فيهاش نضارة، بيدي نضارة، بيفتح البشرة. والفيتامين ده كمان بيعالج الضوافر، الشعر، البشرة. طبعا اي نوع فيتامين لازم نستخدمه من 3 شهور ل 6 شهور عشان يجيب معانا نتيجة فورية. طبعا بيعمل في البشرة اللي بيخلي فيها نضارة طبعا وتفتيح، وبيشيل منها اثار الحبوب. وفي كذا حاجة كتير جدا هتكلم فيها دلوقتي يمكن انتوا ما تعرفوش عن الفيتامين ده، وحلو جدا بالنسبة للرجالة اللي عندها الخصوبة قليلة شوية، بيعالج برضو. ممكن الرجالة ياخدوا منه، والستات كمان، مش الستات بس، ممكن يزود نسبة الخصوبة عند الراجل. دي اول حاجة. تاني حاجة بيمنع بعد الشر عنكم يا رب ظهور السرطان للست، وبيظبط الشعر، بيظبط الضوافر، بيظبط البشرة، وكمان بيمتص المية الزيادة اللي في الجسم، يعني كمان بيخسس. انا استخدمت الفيتامين ده نزل كل الدهون اللي في جسمي جدا. هوريكم شكله دلوقتي من جوه، على فكرة هايل جدا. بصوا انا مستخدماه ازاي، ولسه كان 3 شرايط، ده اخر شريط. هو عامل زي الفحم من جوه، ده منظره، ده شكله اهو، شكل الفحم ده، شكله اهو عامل زي الفحم بالظبط، البرشام اهو، ده شكله من جوه. مش قادره اقول لكم بجد بيعمل ايه. عمل معايا تخسيس فوري، يعني مع الاستخدام هقول لكم بتستخدموه ازاي. بيتاخد كل يوم بعد الغدا، بناخد حبايه واحده، ومش بعد الاكل على طول، لا بعدها بساعتين، يعني بعد الاكل بساعتين بناخد قرص واحد. والناس اللي هي بتعاني من دهون في الارداف او في البطن او في الجناب او اي مكان في جسمك في دهون عاليه، بينزل، بيمتص الميه الزياده، لان الدهون دي عباره عن ميه، فبينزل كل الميه اللي في جسمك دي. بجد هايل جدا، يعني هجيب الفيتامين ده بجد مكتمل، هتلاقيه بيعالج الضوافر اللي هي بتتكسر، مش هتتكسر، هيوقف التساقط، هيظبط معاكي الشعر جدا جدا، وهيتقل بجد عن تجربة. الفيتامين ده هايل بجد بجد يا جماعة، والله من احسن الفيتامينات بجد للشعر. لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. باي باي.